شكرا على الاستضافه. اولا كنشكر هذا المنبر كل المناضلين والمناضلات ديال التجمعين اللي تواجدوا معنا واللي حاولنا نكونوا عند الموعد واحد، ولكن ما كنتاسف بعض المناضلين اللي ما جبغوش بلاصتهم. هذا المنبر كنعتذر لهم. هذا هو اول ميساج اللي بغيت ندوز. اللقاء اللي كيجي في اللقاءات الماراثونيه اللي كنا كنقوموا بها السيد الرئيس واعضاء المكتب السياسي في جوج المملكه، يعني يمكن جولات ماراثونيه، باقين جوج ديال المناطق هي قلمي موادنو ان شاء الله والعيون اللي غتكون في بدايه ديال الشهر. هذا اللقاء هذا توج اولا حنا هو اشاره مهمه اللي تعقد في مدينه طنجة، بان هذا الحزب هذا يراهن على هذه المدينه، يراهن على هذه الجهه. ولا تبعته كل اللقاءات منذ سنتين كان هناك بدايه ديال الاشتغال. فكنظن بان هنا كنحيي كل المناضلات والمنسقين بان هناك عمل كيتقام. شفتوا الحجم ديال التدخلات، كل باغي ياخذ الكلمه. هناك شباب في كل القطاعات وكل الهيئات الموازيه ديال الحزب، والحمد لله نفتخر بأطر ديال الحزب، بأطر اللي كتواجد من طنجة إلى الحسيمة، من العرايش، الضياق، يعني من كل مناطق هذه الجهة. فبغيت كذلك نقول بأن بالمبتبرة وبالاشتغال إن شاء الله عن حقه نتائج جد مهمة إن شاء الله. فالكل كيعرف بأن هناك إشكال حقيقي تتخبط فيه، بعض الإشكالات حقيقية تتخبط فيها المدينة ديال طنجة. هناك مرافق عمومية اللي باقا ما وصلتش لشي مستوى اللي كيليق. هناك إشكاليات ديال الحوار، يعني اليوم ما كاينش حوار جدي ما بين يعني الأحزاب السياسية، يعني والأكثرية اللي كيدبر الأمر ديال المدينة. فكنظن بأن اليوم ما كاينش واحد أذن صاغية اللي كتستمع، اللي يمكن نستفيدوها ونعاونوها في تدبير هذه المحطات وتدبير المشاكل هذه المدينة. فكنظن بأن هناك كان إحباط، بالفعل كانوا إحباط. هناك تدخلات الشباب اللي شاروا بأن هناك إشكاليات حقيقية كتعيش في هذه المدينة هذه وفي بعض المدن ديال الجهة. فهذا يعني ولا تصفحتي كل الجرائد وتصفحتي كل المواقع عتشوف بأن هناك تدبير، هناك إشكاليات حقيقية كتخبط فيها هذه الأقاليم هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحرفي محمد، عضو المكتب الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس الإقليمي لشبيبة حزب التجمع الوطني بإقليم الحسيمة. اليوم أنا جيت فخور بانتمائي لحزب التجمع الوطني الأحرار، لأنه حزب ولاد الناس، حزب الكفاءات، حزب اللي كيأمن بالعمل والمعقول، ماشي حزب اللي كي عمر الكراسي أو ديال الكتائب الإلكترونية، إنما حزب ديال العمل والمعقول. وهذا الشيء اللي يعني اللي كيتجسد داخل هذه اللقاءات اللي كدار على المستوى الجهوي وعلى المستوى الأقاليمي، لأن كاين حضور قوي للشباب. كاين يعني جميع اللقاءات اللي كينظمها الحزب، يعني الغالبية ديالها ديال الشباب، وكيكون الشباب فيها حاضر بقوة وعنده الكلمة ديالو. كنقولوا بأن احنا الرهان ديالنا ماشي هو انتخابات 2021، بل الرهان هو مصالحة الشباب مع الشأن السياسي ومع الفعل السياسي المغربي.